أسئلة كثيرة متعلقة بالوضع في قطر داخليا وخارجيا في أعقاب المقاطعة العربية، نطرحها على ضيفنا الأستاذ أحمد ناجي أمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية. أهلا بك معنا أستاذ. أهلا وسهلا، ازيك يا زين؟ إزاي تأثر الوضع الداخلي في قطر بالمقاطعة العربية؟ مجموعة من الأبعاد الكثيرة الحقيقة في دولة قطر تسبب فيها نظام الحمدين بالإصرار الغريب جدا على دعم هذا النظام الإرهابي وتبنيه لتنظيم الإخوان الإرهابي واستجلابه لكافة عناصر الداعمة لهذا التنظيم على الأرض القطرية وتبنيه لهذا المشروع ودعمه بكافة الوسائل، سواء توفير المنصات الإعلامية أو توفير الأدوات المساعدة على دعم المنظمات الإرهابية في الخارج ودعم التحركات ليها بكافة الآليات والسبل الممكنة. ده العوامل اللي حركت الدول العربية اللي عانت كتير جدا من هذه التحركات القطرية وهذا الدعم المباشر وغير المباشر لهذه التنظيمات الإرهابية، وخلت الدول العربية تأخذ هذا الموقف. مع استمرار الوقت الكتير ابتدى النظام المصرفي القطري والنظام الاقتصادي القطري الداخلي بدأ يعاني معاناة حقيقية. يمكن الدولة القطرية مصرة على نفي هذه المقولات طبعا. ومصرة على نفي أن يكون الاقتصاد القطري بيتعرض لأزمة، إنما المؤشرات من الداخل، المؤشرات من التعامل المباشر مع مصادر مباشرة يعني قادمة من الدولة القطرية بتقول أن النظام المصرفي فيه مشكلة كبيرة، في عجز كبير عن سداد الديون للبنوك القطرية، في عدم قدرة على الوفاء بالالتزامات تجاه الاستدانات الكبيرة اللي كانت بتدم، لأن كان النظام كله كان قائم على فكرة الديون وفكرة السداد للبنوك في مرحلة بعد كده، كل ده متوقف نتيجة الأزمة الكبيرة اللي فيها النظام القطري، بالإضافة إلى ارتفاع غير مسبوق في الأسعار والمنتجات السلعية غير متوافرة في الأسواق. ده بيلمس المواطن القطري نفسه أو العايشين في قطر. مؤكد، ده مؤكد، والنظام القطري مصر ينفي ده، والمؤشرات بتاعته بقت متواجدة في الحياة اليومية عندهم، وهم مصرين على إنكار هذه الحقيقة على الرغم من أن دي بتسبب معاناة كبيرة جدا للمواطن هناك. الأمر الغريب جدا الحقيقة أن رغم كل ده أنت بتشوفي الدولة القطرية بتصرف أموال ببزخ في مجالات بعينها، يعني تعالي بصي على المجال الرياضي مثلا، الإصرار على احتكار الرياضة، الإصرار على الاحتكار الرياضة سواء من خلال قنوات مشفرة وصرف مبالغ طائلة في هذا الإطار على اعتبار أنه نوع من أنواع الاستثمار بما فيه من عيوب قاتلة، بيحاولوا من خلالها ان هم يجبروك على انك تكوني متابعة لقنواتهم لان هي باقة بتبقى متكاملة، متابعة للافكار اللي بيتم الترويج ليها حتى من خلال القنوات الرياضية والقنوات الفنية اللي بيحاولوا ان هم يزودوها على الباقة بتاعتهم. حتى القنوات الرياضية البعيدة عن السياسة بيتم استغلالها، لان هو يعني لو حضرتك بصيتي لفكرة حتى يعني انا مش قادر اقول عليها منتخبات قطريه لان هي مش منتخبات قطريه، هي منتخبات مجنسه، ده منتخبات العالم، يعني منتخبات مجنسه من مجنسي العالم، هي يعني ممكن حتى تكون بتعكس فكره الامميه الاخوانيه ان ما فيش حاجه اسمها دوله، وهم بالفعل هم مش دوله، يعني لما بتيجي تبصي المنتخب قطر انت بتتكلمي على منتخب قطر، انت بتتكلمي على منتخب عالم، مش منتخب دوله، يعني في النهايه هو مش منتخب دوله حتى على المستوى ده وعلى مستوى الصرف، حتى ده بيخلق نوع من انواع المشكله الكبيره. هم عندهم دلوقتي مجنسين في هذه المنتخبات على كافه القطاعات على كافه المستويات، عندهم مجنسين في مستوى المراكز العلميه والبحثيه، لان شوفي البذخ والصرف وصل بيهم حتى لمحاوله احتكار التعليم، هو عايز يوصل يرفع بالمستوى بتاعه فابتدى يصرف ببذخ شديد جدا انه يستقطب كبرى الجامعات كبرى مراكز الابحاث ان يكون ليها مقرات في داخل الدوله القطريه في الدوحه، ده كله صرف ببذخ شديد جدا، كل ده بيستقطب هو ناس وبيديهم الجنسيه القطريه. تركيبة المجتمع القطري نفسها على المدى البعيد هتختل، وده هيعمل مشكلة كبيرة جدا في قلب المجتمع القطري، لازم المواطن القطري يبقى منتبه ليها، يبقى عنده حس بيها على المدى البعيد،
منظومة المجتمع القطري شكلها هيكون عامل ازاي. كل دي عوامل بتخلي المواطن القطري نفسه بيتساءل، طب احنا مستقبلنا هيبقى عامل ازاي، لان هم ثلاث عائلات تقريبا اللي بيشكلوا قوام هذا المجتمع، هم اللي عايشين في هذا المجتمع على مدى السنوات الماضية. انت النهاردة بتدخلي لهم تركيبات غريبة جدا، بتحاول تخلخل كيان هذه الدولة مجتمعيا واقتصاديا. تمام، تصريحات المسؤولين في الدولة بتكون معبرة عن يعني استقرار أو تخبط أو تناقض هذه الدولة. المتابع لتصريحات وزير الخارجية القطري تحديدا يلحظ بشكل كبير هذا التخبط وهذا التناقض. التصريحات التي كانت يعني جريحة بشكل كبير في حق مجلس التعاون الخليجي بالنظر إلى هذا المجلس يعني ككتلة معبرة عن وحدة الخليج اقتصاديا وسياسيا، لدرجة وصلت إلى تكهنات بأنه سيتم تغيير وزير الخارجية القطري. هل هذا معبر عن يعني عدم توفيق من قبل الوزير نفسه أم معبر عن السياسة القطرية نفسها؟ طيب الوزير يعني مشكلته مش هنا بس، يعني هو يعني عدم كفاءة الاختيار المسؤولين خاصة في منصب زي منصب وزير الخارجية ده وقعهم هم نفسهم في مشكلة. يعني هو في لحظة من اللحظات اعترف مباشرة أن قطر دولة رعاية للإرهاب، صحيح. في لحظة من اللحظات اعترف أن قطر دولة غير ديمقراطية. ده بالإضافة إلى الإشكاليات التانية، يعني سيبك من المشكلتين دول، احنا عارفين أنك أنت بتمثل دولة رعاية للإرهاب، عارفين أنك بتمثل دولة غير ديمقراطية ولا راعي حقوق الإنسان، عارفين ده، متأكدين من ده، والمؤشرات كلها متوفرة على الرغم من الهالة اللي انت بتحاول ان تصدرها للعالم باعتبارك دولة يعني تخالف هذه التوجهات. الاعتبار الثالث انك انت ابتديت تخرج على المنظومة اللي بتجمع دول مجلس التعاون الخليجي، وابتديت تشكك في الرباط اللي بيجمع دول هذا المجلس، وابتديت تصدر تصريحات تحاول ان تهدم من هذا الكيان، تحاول ان تهدم من هذا اللي بيحاول ان هو يدافع عن اولا الامن القومي لدول مجلس التعاون الخليجي، يدافع عن فكره الصمود والبقاء لدول هذا التجمع ضد المحيطات المهدده ليه، ضد الاعداء الاقليميين المهدده ليه. بالعكس ده انت في اللحظات اللي بتصدر مثل هذه التصريحات احنا بنشوف ان النظام القطري نفسه بقى ككل، اللي سيبك من وزير الخارجية، النظام القطري ككل بيستدعي في نفس اللحظة تحالفات مع دول على عداءات تاريخية مع الإقليم، وعلى عداءات تاريخية مع الإقليم في اللحظة دي بالذات مع إيران مع تركيا، وبيحتمي بيهم، ده بيجيب قوات إيرانية وبيجيب قوات تركية بتتواجد على دول الأرض أيضا القطرية داعمة للإرهاب، بتجيبهم لحماية النظام القطري لضمان بقائه، لضمان بقاء النظام القطري وعدم الخروج عليه من الشعب القطري. فالشكل العام بيقول ان في أزمة حقيقية في هذا المنصب، في أزمة، بس أزمة هذا المنصب ما بتقدريش تقولي ان هي أزمة الشخص بقدر ما هي أزمة نظام الحمدين ككل. نظام الحمدين ككل نظام عنده أزمة كبيرة جدا، حدودها بتتضح يوم بعد آخر نتيجة تعقد الأزمة من البداية، ونتيجة إصراره على أخذ موقف وعدم قدرته على الرجوع عنه، ورؤيته الأحادية ليه واستمراره في الصرف ببزغ في كافة المجالات، بيحاول يصرف ببزغ في كافة المجالات وفي على قطاعات عديدة جدا عشان ينفي الصورة دي، ويحاول أن يستدعي بقاع عديدة في العالم خاصة الدول المؤثرة والدول الكبيرة في العالم عشان تتبنى وجهة نظره نكاية في الدول الأربعة الكبرى المقاطعة ليه على خلفية دعمه للإرهاب ورعايته للتنظيمات الإرهابية. نعم، طيب أستاذ أحمد، يعني لو تحدثنا عن أداة الإعلام، هي كانت أداة قوية في يد النظام القطري إلى حين تم كشف هذا الوجه عن قنواتهم الإعلامية وعن قطر، وبالتالي يعني بجانب فقدان القناة قدر كبير من مصداقيتها كان لها آليات أخرى بتحاول أنها تبث من خلالها أفكارها الداعمة للجماعات الإرهابية، منها منتدى الشرق اللي كان بيتم عقده أيضا يعني في عدة دول منها ماليزيا. إلى أي مدى كان هذا المنتدى كاشف يعني أنه هذه دولة تقوم بكل السبل ببت أفكارها ليس فقط من خلال الإعلام وإنما من خلال مثل هذه المنتديات؟
في منظومة هم أذكياء جدا وعارفين إزاي يقدروا يعملوا تشكيل الرأي العام والوعي العام حواليهم. ولما ابتدوا مهندس هذه المنظومة الفعلي الحقيقي عزمي بشارة، والمساعد الرئيسي المساعد التنفيذي اللي بيشتغل على الأرض مباشرة هو وضاح خنفر، ابتدوا مع بعض واشتغلوا مع بعض، استخدموا يعني ممثلين كبار جدا لقناة بي بي سي، قدروا يخلقوا أو مش استخدموا ده، هم خدوا بي بي سي عربي اللي كانت موجودة عندهم وقلبوها الجزيرة، وابتدوا يطبقوا كل التعاليم اللي موجودة، بحيث ان هو قدر ينقل المشاهد العربي لحظة بلحظة للجزيرة، وقدر يمرر الجزيرة تحت شعار الرأي والرأي الآخر. وفي لحظة معينة تم توجيه هذه الأداة علشان تزييف الوعي العام للشعوب العربية ككل، وفي لحظة من اللحظات انت لقيتي انقسام في الوعي العام تجاه القضايا القومية ككل للمنطقة العربية، وما بقتيش عارفة تخرجي من هذه الفزاعة الإعلامية اللي خلقوها لك. ما اكتفوش بده بقى، مع بدء فتح الدور القطري الإعلامي الكبير بعد 2011 وبدء ثبوت اليقين أن هذا النظام مش بيخدم لفكرة القومية العربية أو المصالح العربية اللي حاولت الجزيرة تدعي إن هي بتدافع عنها، لما كنا بنشوف القصف المباشر لغزة، وما بنشوف القصف المباشر لبغداد، وما بنشوف القصف المباشر على ليبيا، الكلام ده كله كان غير صحيح. لا، ده احنا ده كان ورا كل ده أغراض، منها على سبيل المثال إنك تعتادي على رؤية تدمير الدول العربية، إن العين تبقى معتادة على رؤية مشاهد الدمار والتخريب باعتبار إن ده أمر عادي، ما يبقاش الأمر مزعج للعين، لأن في علوم الإعلام من الطبيعي انك انت كل ما بتشوفي مناظر التدمير والخراب بعتاد عليها. بيبقى الامر عادي، يعني ما بتفرقش معاكي بعد لحظه من اللحظات ان دي امور معتاده. يعني معنى ذلك انها كانت خطه ممنهجه قبل ثورات الربيع العربي. طبعا الخطه مبتديه من العراق، وهم ساعدوا كتير جدا في قضيه العراق. تاني حاجه، الربط الواضح بين دور الجزيره ودور قيادات، يعني في فيلم اخير طلع للجزيره مع ممثلين لداعش، واعترفوا فيه ان هم ابتدوا يشتغلوا ضد النظام المصري بعد اللي حصل مع الاخوان اللي هم حلفائهم في ثوره 30 يونيو 2013. افتكري افلام الجزيره اللي كانت مع طالبان في افغانستان وكانت مع القاعده في افغانستان، نفتكر الافلام دي علشان نعرف ان هذه القناه على صلات مباشره تماما، واضحه مباشره تماما مع هذه التنظيمات الارهابيه، وعندها قدره على الوصول ليهم. يعني المساله لم تكن سبق صحفي. لا، هم ادوات، هم عندهم الادوات، هم كيان واحد، هم عارفين يعني ما هو مستحيل ده يتم دون تنسيق معلوماتي مخابراتي واضح، يعني ده ادواتهم، ده هم يعني هم الاداه الاعلاميه، هم المنفذ الاعلامي لهذه التنظيمات، بيقدروا يوصلوا من خلالها رسائلهم بارتياحيه شديده. يعني اشمعنى هذه القناه هي دائما التي يعني تحتكر زي ما بتحتكر المباريات الرياضيه كده، هي اللي بتحتكر الارهابيين، يعني اللاعبين الرئيسيين في الارهاب في العالم، اشمعنى يعني ده سؤال لازم كلنا نفكر فيه. لما الامر ابتدى يفتضح على هذا النحو، وهم طبعا اذكياء جدا وبخطه ممنهجه، ابتدوا يقولوا طب بدل ما العين كلها تبقى متركزه على الجزيره، احنا نخلق اشكال تانية للجزيره. فكان في القنوات اللي طلعت في تركيا براس مال قطري طبعا، عندك الشرق وعندك مكملين، عندك مجموعه القنوات اللي هي بتبث نفس الماده تقريبا، نفس المكون اللي موجود في الجزيره، بلغه تانيه باشكال تانيه، انما المضمون، تحليل المضمون بعيد بتاعها عن الشكل الاخباري التقليدي، تحليل المضمون بتاعها واحد، وموجهه بالتحديد الى التخديم المباشر على مهاجمه النظام المصري، نتيجه لان 30 يونيو بالفعل اوقفت المخطط الذي كانت تستهدف قطر من خلاله ان تحقق مآرب من كانوا يضمرون الشر بالفعل، المنطقة العربية ككل وليس جمهورية مصر العربية فقط. فالقنوات منتدى الشرق كان واحد من هذه الأدوات،
منتدى الشرق التطوير بقى يعني هو ده ابتدوا حاولوا يعملوه. عندهم حاجه وضحها خنفر فكر فيها انتجريتد ميديا، حاول من خلالها ان هو يدخل في هافينجتون بوست في الولايات المتحده الامريكيه، احد المؤسسات الصحفيه والاعلاميه الكبيره، حاول يدخل وان هو عن طريق شركه انتجريتد ميديا دي ان هو يدخل يشتري يعني اشهر نموذج يعني الهافينجتون بوست، وحاول ان هو يصدر اصدار عربي باللغه العربيه. ويمكن اللي متابعين دقيقين للموضوع هيعرفوا ان الاصدار العربي للهافينجتون بوست كان ابتدى في لحظه من اللحظات يكون نسخه ناطقه او نسخه مكتوبه للجزيره بالظبط، هو نفس اللي بيتقال. طبعا لما ابتدى يتفضح الدور وابتدى يبان ان منتدى الشرق هو الداعم الرئيسي لده في قلب الولايات المتحده الامريكيه وهو الممول الرئيسي للهافينجتون بوست، ابتدت الولايات المتحده تاخد اجراءات تانية من نوع تاني علشان وقف هذه البتاع. وهافينجتون بوست محافظة على الاسم العالمي بتاعها في الصحافة وفي الميديا قفلت النسخة العربية وبطلت التعاون معهم. ابتدى ينقل النشاط بقى مرة تانية إلى جهة أخرى في ماليزيا، وابتدوا يشتغلوا تحت برضو مسمى المنتدى الشرق، وهدفه أن هو ينقل التأثير، ينقل التأثير وينقل الأفكار بتاعت هذا التنظيم العالمي، ويستقطب كل النماذج وكل القيادات وكل الباحثين وكل المنتمين لهذا التنظيم علشان يكون ليهم نقاط تأثير على مستوى العالم. الفكرة الأممية لما تبصي برضو تاني للمنتخبات الرياضية بتاعتهم، فكرة الأممية، فكرة إزالة الحدود، فكرة إن مفيش دولة، هو بيخدم على أفكار أقرب للأفكار الصهيونية الماسونية، إنه لا دولة لا حدود، لا توجد دولة وطنية، لا توجد سيادة لدولة. كل دي أفكار بتخدم على الأفكار الصهيونية الماسونية اللي أنشأت وأسست هذا التنظيم الإخواني في الأساس في جمهورية مصر العربية. حضرتك شايف يا أستاذ أحمد أن المواطن العربي أو المواطن القطري أصبح الآن مدرك بشكل كبير دوافع المقاطعة العربية، بنظر لأنه يعني في معاناة في الداخل القطري على صعيد المواطنين أو المقيمين من جنسيات أخرى من غلاء الأسعار وغيرها من الأمور اللي صعبت يعني أو كانت من تبعات المقاطعة العربية والعزلة الاقتصادية أيضا، هل المواطنين العرب يعني متفاهمين لهذه المقاطعة؟ في قطر هم ما بيشوفناش، يعني هم قادرين يحموا فضائهم، قادرين يحموا سماهم من ان هم يشوفونا. شوفي هو ازاي قادر يحمي نفسه، قادر يعمل لنفسه شبكة حماية بحيث ان هو ما نقدرش ننفذ ليه، هو بيشوف قنوات بعينها هي الدولة قادرة توفر الحماية دي. طبعا قدراتها محدودة، انما من يساعد هذه الدويلة على البقاء هذه الجزيرة اللي اسمها قطر، هذه الدولة اللي انا شايفها اقرب لان هي دولة نظام الحمدين، هذا النظام، هذه الدويلة صاحبة هذا النظام الحمدين اللي بيدعمها قادر ان هو يحمي سماءها، بحيث ان هو مش الاعلام بتاعنا مش قادر يوصل لها، هم ما بيشوفوهاش، هم ما بيسمعوناش، انما المواطن جوه يشعر بالازمة. كل خلي بال حضرتك ان كل ما بيحصل نوع من انواع الضغط من المواطنين من غير تأثير مؤثرات خارجية، من غير مؤثرات خارجية، أي نوع من أنواع الضغط من المواطنين، أي نوع من أنواع الاعتراض من المواطنين، في سحب للجنسية، في طرد من الدولة القطرية، صحيح. في اضطهاد، شفنا نماذج كتير ونماذج كتير، وبيتم طردهم وترحيلهم خارج الدولة القطرية. حتى المعارضين للنظام في الخارج ممنوعين من العودة إلى الدولة القطرية، والنماذج موجودة والنماذج فضحتهم أكتر من مرة. إنما المواطن العربي الواعي اللي عنده قدر من الوعي بقى مدرك للدور القطري في كل اللي حصل في المنطقة. خلي بالي لحضرتك من حاجة بس، المعالجة الإعلامية المطلوبة مطلوبة معالجة إعلامية مستمرة، يعني من ساعة ما طلعت المقاطعة العربية الرباعية لنظام الحمدين، أنا شايف إن هي كانت طالعة بقوة وشراسة مطلوبة، كان لابد إن هي تستمر على نفس الوتيرة المتوالية، ولازم إن احنا كنا نذكر بفضائح هذا النظام بصورة متتالية، بحيث إن احنا لا نتراجع أو ما نسكتش شوية، فنديله فرصة للمساحة للحركة وإعادة تزكية بعض المشاعر العاطفية، لأن الشعوب العربية بطبعها شعوب عربية عاطفية، إعادة تزكيتها بمشاعر مضادة. فكان لازم إن احنا نستمر دائما أبدا في التذكير، فتح هذا النظام وفتح أدواره في ليبيا، في سوريا، فتح مؤامراته على المنطقة العربية ككل، خصوصا في البحرين، في الإمارات، في السعودية، فتح أدواره
يتحاوروا في بعض الأزمات الكبيرة اللي بتعترض دول كبيرة من دول الرباعي العربي سواء مصر أو السعودية. لازم الحاجات دي كنا نركز عليها بصفة دائمة في الإعلام، ولازم كنا نستمر بصورة متكررة عبر برامج بعينها أن احنا نستمر بوتيرة متصاعدة في رصدها وفي تحليلها. إن شاء الله ولو برنامج أسبوعي إن احنا نركز فيه على فتح هذه الممارسات، علشان ما نديش الفرصة للرأي العام إنه يتراجع أمام أي محاولة من هذا النظام لاختراق الوعي العام العربي مرة تانية. لكن المقاطعة العربية ما في شك إنها حققت أهدافها على الأقل يعني اقتصاديا على المستوى السياسي وعلى مستوى الرأي العام العربي والعالمي، لأي مدى حققت المقاطعة أهدافها؟ لا يعني انت بتتكلمي على المستوى الاقتصادي، انت المقاطعه العربيه محققه نتائجها. على المستوى السياسي انت فرضتي عليها العزله المطلوبه، حتى المتابع ل انا شفت قمه مجلس التعاون الخليجي في دوله الكويت، القمه قبل الاخيره في دوله الكويت، لا كان واضح تماما الحضور القطري ازاي تواجده، ازاي بيتم التعامل معاه، حتى في القمه الاخيره في السعوديه ازاي تم التعامل مع الوفد القطري، تعامل يعني في حدود حجم ما ارتكبته قطر بحق الامه العربيه وحق منطقه الخليج العربي من جرائم خلال السنوات الأخيرة. إنما أنت مطلوب مزيد من التوعية، مزيد من نشر الوعي، لأن القنوات البديلة، القنوات العميلة، القنوات التي تخدم هذا النظام وتخدم على مشروعه بتضغط عليك ضغوط غير مباشرة عشان محو هذه الصورة والابتعاد تدريجيا عن فكرة أن هذه الدولة ترعى الإرهاب أو أن هذه الدولة لا تمارس الإرهاب أو أن هذه الدولة، بالعكس بيحاولوا يشبهوها بأن هي دولة راعية لحقوق الإنسان، دولة تساعد الجميع. الأمر ده لازم نلتفت ليه ونمنع هذا الاختراق مرة أخرى، لأن هذا الاختراق في منتهى الخطورة في هذه المرحلة اللي احنا بنمر بيها. مفروض أن طالما الأنظمة بتاعتنا على هذا القدر من الوعي وقادرة على التعامل ووضع هذا النظام القطري في حجمه الصحيح، لابد أن احنا نواكب ذلك باستراتيجية إعلامية واضحة تقدر تستمر على نفس المسار الموازي، بحيث أن احنا يكون هناك وعي كامل أن هذه الأنظمة العربية ما بتشتغلش من فراغ، ولكن بتشتغل بناء على دعم شعبي واضح لتوجهاتها نتيجة الإضرار المباشر من قبل هذا النظام الحمدين بمصالح هذه الشعوب العربية وبأهدافها الوطنية والقومية في تحقيق الاستقرار والأمن والتنمية لشعوبها. تمام، إذن تسكير واستراتيجية إعلامية واضحة تستمر بفتح الممارسات القطرية، هذا ما تطلبه كأولوية في المرحلة القادمة، ما زلنا نحتاجه في الفترة القادمة. أكيد يا فندم. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ أحمد ناجي عمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية. شكرا يا فندم. أشكركم مشاهدينا على المتابعة، وفي الغد فريق عمل جديد يلقاكم في برنامج من القاهرة. إلى اللقاء.